لكن مصيبة الدين تضيع على الإنسان دينه ودنياه وقد لا يتمكن من تعويضها. وقد ذكرنا في حلقات سابقة أن هناك أمور أربعة تخفف من وطأة المصيبة. أول هذه الأمور أن هذه المصيبة لم تكن أعظم مما كانت، والثانية أن الله يرزق الإنسان الصبر عليها، والثالثة أنك ترجو ثواب الله عز وجل على هذا الصبر، والرابعة وهي الشاهد هنا أنها لم تكن في الدين. ومعنى مصيبة الدين المقصودة أنها هي المصيبة التي يبتعد الإنسان من خلالها عن الحق، إما ببدعة أو معصية أو بشرك، ولا تدركه توبة تعيده للجادة وإلى الطريق القويم. لذلك قال شاعرنا العربي: كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان، إلا وكل كسر فإن الله يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. ولذلك نحن نتساءل في حلقة اليوم من يستفتونك عن مصيبة الدين كيف ننجو منها، وذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور جعفر الطلحاوي عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مرحبا بك دكتورنا الكريم. مرحبا مرحبا أخي الحبيب النجيب الأستاذ طارق والإخوة الأحبة فريق البرنامج بلا استثناء، كل على ثغرة من الثغور، وإدارة القناة والمشاهدين الكرام لهذه القناة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا، يعني تحدثنا في المقدمة بشكل مبسط جدا عن تعريف مصيبة الدين، طبعا حضرتك يعني لديك حول هذا المعنى الكثير، يعني إن شاء الله نسمع من حضرتك. إن شاء الله تعالى. الحمد لله، في كل زفير وكل شهيق، في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع محامده في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك. ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فإنا نؤمن على حمدهم، فاكتبنا معهم من الحامدين حتى نكون أفضل خلقك، يعني وهم الحمادون كما ثبت بذلك الحديث الصحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى نكون أكثر خلقك لك ذكرا وأعظمهم لك شكرا وخشية وعندك قدرا وأجرا. والشهادة لله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فاللهم حققنا بحقائقها ودقائقها ورقائقها ومواثيقها، وعصمنا بمنك وطولك وفضلك منا واقضها ما أحييتنا، واختم اللهم لنا بها بوجهك الكريم، اجعل آخر كلامي وكل من يقول آمين من المسلمين في مشارق الأرض ومغربها على هذه الدعوة، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بوجهك الكريم اختم لنا بها، بوجهك الكريم اختم لنا بها، بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك منزلة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق، في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجر به قلمك وحاط به علمك وسعت رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، في أكمل وأتم ومنتهى ما في علمك من العدد والمدد والوزن والملء. وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فاكتبنا معهم من المصلين والمسلمين عليه معهم مثل وعدد صلاتهم ووزنها ومددها وملئها، في عدد صلواتك عليه
وعدد سلامك علي في علمك في ملكك في دوامك، ومثل صلاتك وسلامك علي في علمك في ملكك في دوامك، في مثله في مثلي، وكذا دوليك سرمدا في سرمة بدوامك، حتى نكون بمنك وطولك وفضلك أكثر خلقك صلاة وسلاما علي، ونكون بمنك وطولك وفضلك أقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة. وبعد، فإن في الحلقات الأخيرة قبل هذه الحلقة تحدثنا عن أنواع من أنواع الابتلاءات، منها الابتلاء بالفقر ومصيبة الفقر، ومنها وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله صباحا ومساء من الفقر كما يستعيذ بالله من الكفر، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأرجو التنبه مرة ثالثة أعوذ بك من الكفر والفقر. يعني كما يستعيذ بالله من الفقر يستعيذ بالله تعالى من الكفر، رأيت؟ والفقر يعني لا يجوم، فدوام الحال من المحال، سيجعل الله بعد عسر يسرا، كما قال تعالى في سورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر، يعني ضيق عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن ابتلاء الإنسان في دينه والعياذ بالله وأن يكفر بعد الإيمان مصيبة المصائب، مصيبة جلل. وبمناسبة كلمة جلل من الألفاظ المتضادة التي تستعمل في المعنى وضده، فيقول العلماء كل مصيبة دون مصيبة الدين جلل، كل مصيبة دون مصيبة الدين جلل يعني صغيرة. وبعدين يقولون مصيبة الدين جلل، يعني إيه مصيبة الدين جلل بهذا التعبير؟ يعني أعظم المصائب. ولذلك يعني اسمحوا لي أحبتي في الله تبارك وتعالى يعني أن نذكر بعض الأدلة في القرآن الكريم اللي تثبت يعني أهمية الاستعاذة والاستجارة بالله من هذا البلاء ومن هذه المصيبة الكبرى. يعني في مقدمة ما أذكر، تعبدنا الله تعالى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، المليار والتمنمائة مليون ولا كم مليون على وجه البسيطة الآن، ومنذ بداية الخليقة وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، يعني منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عفوا، وقد تعبدنا الله تعالى في كل ركعة، لو هنصلي الفرض فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء 17 ركعة، نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. نعم، أليس كذلك يا أستاذ طارق؟ أكيد شيخنا، طبعا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. نعم. والسؤال إلا الذي يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي أول وقتها وعمل يحبه الله كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل يحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. فالذي يصلي على أول الوقت أليس مهتديا؟ بلى. فلماذا يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يبقى في دعائه وهو يصلي وهو مهتدي والصلاة علامة الاهتداء، عندما يدعو ربه بهذا الدعاء كأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات والدوام على هذه الهداية وعدم الضلال، ويطلب من الله سبحانه وتعالى الزيادة، يبقى الثبات والزيادة. يبقى أحبتي في الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها، كل مسلم في هذا الكون كله إلى من شاء الله سبحانه وتعالى، الهدف من دعائك في الصلاة كل يوم فريضة أو نافلة، زدت على يعني لك رواتب ولك نوافل ولك قيام الليل ولك صلاة ضحى ولك صلاة وتر وكذا، كل هذه الصلاة كلها، حتى صلاة الاستخارة، حتى صلاة العيدين، كل ذلك في كل ركعة تقرأ الفاتحة وفيها اهدنا الصراط المستقيم، يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى الثبات والدوام على هذه الهداية وعدم الضلال، وتطلب من الله عز وجل الزيادة، الثبات والزيادة. نعم. واضح يا أخي طارق؟ واضح شيخنا. نعم، نقطة مهمة جدا، ولذلك المسلم والمسلمة اللي يصلي عندما يقول اهدنا يستشعر هذا المعنى، أنه بيطلب الثبات ويطلب الدوام. ولهذا لما نذهب إلى سورة آل عمران، اسمع ما قال تعالى عن دعاء الراسخين في العلم. الراسخين في العلم ليس السطحيين ولا الجاهليين ولا الأميين، اسمع ما يقول تعالى في سورة آل عمران: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وبعدين يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. شوف، الراسخ في العلم يخشى زوغان قلبه، والنص القرآني في الصف: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والمصطفى صلوات الله وسلامه عليك كما كنت كما قدمت في المقدمة في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره كان من دعائه يعني في كل مجلس يجلسه حتى نص الحديث صدره قلما جلس رسول الله مجلسا قلما جلس رسول الله مجلسا إلا دعا فيه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معاصيك. خلي بالك دي مقدمة مهمة جدا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا، اللي بقى مصيبة الفقر ومصيبة الموت ومصائب كلها، ومن اليقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصلنا مدنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. حضرتك بدأت بالعبارة ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لكن ما قبلها مهم جدا يمهد لها. ولذلك لما يسأل الله تعالى من خشيته ما يحول بينه وبين معاصيه لكي تكثر الطاعات، ومن طاعته ما يبلغ به جنتك لكي يقوى إيمانه ويثبت ويزداد، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منه. أيضا النبي صلوات الله وسلامه عليه فداه أبي وأمي. طبعا نوصي إخواننا وأخواتنا الذين يسمعوننا الآن أثناء البث المباشر وبعد ذلك مسجلا إن شاء الله، أن يكثروا من هذه الدعوة في كل مجلس يجلسون تأسيا واقتداء، ويعني إيه يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي ما جلس مجلس إلا دعا بهذه الدعوة من بدايتها: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ نزلك، إلى أن يقول: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغا منه. وأيضا من دعائه كان كثيرا ما يدعو ربه في حله وترحاله، في دخوله وخروجه، في قيامه وقعوده: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت ثبت. التثبيت ده نعمة، ولذلك الله تعالى امتن به على الرسول فيقول له كما في سورة بني إسرائيل: ولولا أن ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يعني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ورواية: يا مقلب صرف قلوبنا على طاعتك. فإحدى أزواجه أو بعض الصحابة سألوا: يا رسول الله ما أكثر ما تقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، أتخشى علينا؟ قال: نعم، قلوب العباد بين إصبعين يقلبها كيف يشاء، إلى آخر الحديث. ولذلك يعني وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، والقلب بالذات محل الإيمان، دار الإيمان، بيت الإيمان، كما قال تعالى في الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ويقول تعالى في النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهكذا. ثم بعد ذلك يعني مصيبة الدين مصيبة جل الحاتم الأصم بعض السلف الصالح، ولي نصيحة لكافة أحبتي يسمعون الآن أو من البث المسجل بعد ذلك: قراءة كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني أو الأصفهاني بالباء أو بالفاء، وكتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، فيها من أخبار السلف الصالح. حاتم الأصم يقول: يعني ماتت ابنة لي فعزاني 10,000، عزاه 10,000، وفاتته صلاة جماعة فما عزاه أحد إلا البخاري. البخاري عزاه إنه فاتته صلاة الجماعة. وكان من هدي السلف الصالح أن أحدهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام يعزونه 3 أيام. تكبيرة الإحرام. أي نعم شيخنا. طيب شيخنا، يعني الحقيقة في أثناء التحضير لهذا الموضوع، موضوع المصيبة في الدين شيخنا، يعني كان هناك نقطة أساسية، هي نقطة أنه من علامات المصيبة في الدين ربنا ينجينا منها هي عدم استغلال مواسم الطاعات. يعني يأتي على المرء مثلا رمضان شهر مبارك يضاعف ربنا عز وجل فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، ولكن الإنسان يدخل عليه رمضان ويمر الشهر دون أن يعني يغتنم هذا الشهر في الطاعات أو يتوب إلى الله توبة نصوحة يعني تغفر له إن شاء الله هذه الذنوب. لذلك طبعا شيخنا يعني هذه نقطة أساسية، هي نقطة يجب على المسلم دائما أن يكون يعني عنده إحساس بهذه المواسم، مواسم الطاعات، عندما تأتي يسارع في الخيرات ويسارع في هذه الأمور حتى إن شاء الله يعني لا يكون من أهل المصيبة في الدين نجينا الله منها. أليس كذلك شيخنا؟ بلى. أي نعم. ولكن لو صبر القاتل على المقتول هيموت لوحده.
لو صبرت علي سأتيك، لكن غير المواسم. غير المواسم يعني. طيب الفترة يعني إيه؟ الفترة من ثلث الليل الأخير حين يعني ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق به، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى آخره. ولا يزال هكذا حتى يطلع الفجر. المحروم من ينام هذا الوقت. الفترة ما بين أذان العصر وأذان المغرب يوم الجمعة فترة التجليات، المحروم من يحرم العمل الصالح في هذا الوقت. وبعدين لكن قد يقول قائل، يعني عفوا، قد يقول قائل هو مصيبة الدين فقط في أن الإنسان يفوت مواسم الطاعات لا يجتهد فيها ويعيش فيها كما عاش في سائر الأيام، موسم رمضان، الأيام العشر الأواخر من ذي الحجة، الأيام العشر الأوائل من المحرم. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يحرصون على 13. أي نعم، السلف الصالح كانوا يحرصون على إحياء 13، العشرة الأولى، العشرة الأخيرة من رمضان، العشرة الأخيرة من رمضان. أي نعم. ليه؟ لأن فيها ليلة خير من 1000 شهر، والعشرة الأولى من الإيه؟ العشرة الأولى من ذي الحجة، لأن فيها أعظم أيام الدنيا. والحديث يقول طبعا النص في العشرة الأخيرة من رمضان، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. والعشرة الأولى من ذي الحجة أقسم الله تعالى بها فقال والفجر وليالي العشر والشفع والوتر، والليالي العشر مقصود بها الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. وبعدين يعني فيها يوم أعظم أيام الدنيا كلها. الحديث صحيح، ما من أيام العمل الصالح في أحد الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد بسبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبعدين عشرة أيام الأولى من المحرم التي تختم بعاشوراء، وصيامه يكفر ذنوب سنة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل بس فقط هذه علامة مصيبة الدين؟ لا، مصيبة الدين لها مظاهر كثيرة ولها صور كثيرة جدا، منها النقص بعد الزيادة. إنسان دينه ينقص وإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان بيزيد يدل على ذلك قوله تعالى أكثر من آية في الأنفال وفي غيرها من الآيات، يقول تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وليزداد الذين آمنوا إيمانا. فنصوص كثيرة تدل على زيادة الإيمان، فزياد الإيمان يبقى مع ذلك بشرى خير زيادة الإيمان، ويكون بالأعمال الصالحة. والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ولذلك تحرص على أن يزداد ما عندك من شعب الإيمان، تفقدها، ماذا عندك منها؟ أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا عندك من هذه الشعب. ولذلك أنصح أحبتي في الله تعالى بكتاب منهاج الإيمان في شعب الإيمان الإمام الحليمي رحمه الله تعالى، وكتاب شعب الإيمان الإمام البيهقي، ومختصر شعب الإيمان كتاب بسيط جدا بحوالي يعني ريالين أو باثنين جنيه، شعب مختصر شعب الإيمان الإمام القزويني، بحيث تعرف شعب الإيمان ماذا عندك منها فتحرص عليه وتعود عليه بالنواجز، وما هو المفقود منها عندك فتحرص على زيادته، وهكذا حتى يزداد إيمانك. يبقى أول مظهر فيما أذكر من مظاهر الدالة على مصيبة في الدين النقص بعد الزيادة، منها الحور بعد الكور. الحور بعد الكور، يعني إنسان بعد ما كان ماشي في طريق الاستقامة ينحرف. ولذلك من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. الكور، شوف العمامة دي مكورة، كور العمامة ملفوفة هي، فالكور يعني لف. الحور إن تتفك، ولذلك الحور الرجوع. قال تعالى إنه ظن أن لن يحور، بلى، يعني ظن أن لن يرجع. فالإنسان لما يرجع من طريق الاستقامة إلى الانحراف، الإنسان لما كان يعمل أعمال صالحة وبعدين يتركها ويقبل على المعاصي والشهوات، ده دليل مصيبة في الدين. منها كذلك الضلال بعد الهدى، ولذلك قلنا دعاء الراسخين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الضلال بعد الهدى، الإنسان يجادل بغير علم، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. كذلك يعني الإنسان لما يأكل حرام، لما يكسب حرام، لما يتقاضى راتب لا يقوم بواجبات الوظيفية فيه، إذا أكله حرام دي مصيبة، دي مظهر مظاهر الإصابة في الدين. اعتقاد وظن السوء بالله تبارك وتعالى، وذلك يقول تعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم خاسرين. لما يقوم أحد الناس بعمل تنظيم للناس بحجة الحالة الاقتصادية والأمور المعيشة، ده إساءة الظن بالله، وهو دليل على الإصابة في الدين، لأن الرزق على الله عز
عز وجل. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم والسميع العليم. قال تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.